مشاهدينا متابعينا الكرام، اسعد الله مساءكم وجميع اوقاتكم بكل خير وبركه في يوم الختام، متواصلين مع حضراتكم لتعلن انطلاقه شوطنا الخامس للزمول المحليات الرئيسي، لتعلن انطلاقة هذا الشوط وحضرة هذه الشعارات وحضرة هذه الأسماء بحثا عن الشداد والمليون درهم. تنتظر واحدا من هذه الأسماء الكبيرة والخطيرة في مساء هذا اليوم. أبدأ مع المركز الأول، أبدأ مع كيفان الحاضر هنا، راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يتابع انطلاقة كيفان وحضوره، بينما المركز الثاني القادم الزواري الحاضر هنا، حمد بن راشد بن حمد بن غدير من يتابع انطلاقة الزواري وحضوره، مع المركز الثاني. المركز الثالث القادم شاهين محمد بن حماد بوخرايط العامري، يقدم شاهين بحثا عن الشداد وعن الرمز الغالي وعن الرمز المنتظر. المركز الرابع الحضور في هذه اللحظات والقدوم من الطاغي القادم سالم بن سعيد بن ناصر بن حريك اللي من هالي، والمركز الخامس في هذه اللحظات هملول سالم بن عبيد بن مبارك الكتبي، يقدم لنا هملول لتحضر الأسماء الكبيرة، لتحضر الشعارات الخطيرة في هذا المساء الكبير وفي هذا المهرجان الكبير والغالي على القلوب. نعود إلى مقدمة الشوط، إلى كيفان وحضوره، إلى كيفان وانطلاقاته مع المركز الأول ومع التحدي الأول. يقدم لنا كيفان وحضوره في هذه اللحظات راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد بن مروشد، ما زال مع البداية، ما زال مع الصدارة. المركز الثاني أتابع في هذه اللحظات شعاري مرغم القادم مع الزواري، حمد بن راشد بن حمد بن غدير يقدم الزواري مع المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث القدوم من شعار بوخرايط القادم شاهين بشعار محمد بن حمود بوخرايط العامري بهذا الحضور الكبير، بهذا الحضور الممتاز. المركز الرابع القدوم في هذه اللحظات والحضور ليتقدم ويصل هنا في هذه اللحظات الطاغي سالم بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالي، اول قادم مع المركز الرابع. المركز الخامس هملول يا هملول سالم بن عبيد بن مبارك الاكتبي، من يقدم لنا شعاره، من يقدم شعاره. ايضا هناك اسماء، هناك شعارات قادمة لا محالة، قادمة من أجل الشداد والرمز الغالي والمليون درهم. مليون درهم يا أهل الزمول، يا أهل الزمول، يا أهل الأصايل. العودة من جديد إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى بن مروشد وحضوره، بن مروشد وانطلاقاته مع كيفان. كيفان يا كيفان، راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يأتي مع المركز الأول. المركز الثاني القادم في هذه اللحظات الحاضر الزواري، حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الثالث القادم شاهين محمد بن حماد بوخرايط العامري، والمركز الرابع
مرحبا 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 يا شاهين بشعار سعادة أحمد بن سعيد النيادي. النيادي بدأ في الحضور أول نداء لشاهين. المليون درهم يا أخوان، المليون درهم والرمز الغالي في المهرجان الأغلى، في المهرجان الأقوى، مهرجان جائزة زايد الكبرى. بن حماد بن حماد يقدم لنا شعاره مع مربان مانح بن علي بن محمد بن حماد. الشامسي الشامسي، الأمور في خطر، الأمور في خطر يا بن مراشد. كيفان مع المركز الأول، كيفان مع التحدي. الرمز 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 ينتظر. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الله عليك يا بن مراشد. يقدم كيفان والقادم هنا والحاضر شاهين بشعار سعادة أحمد بسعيد النيادي. والمركز الثالث هملول سالم بن عبيد بن مبارك. الاكتبي قادم، الاكتبي حاضر، مانح بن حماد. الشامسي قادم مع مربان، مربان قادم، ولكن بن مراشد بن مراشد بن مراشد مع البداية مع الصدارة. كيفان لراشد بن محمد بن سعيد بن مراشد. الله 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 الله، الرمز يا اخوان، الرمز يا اخوان، الرمز يا اخوان. المليون المليون، ولكن شاهين والحاضر غازي حمد بن سيف بن محمد بن نعيف العامري. وبن حماد، وبن حماد قادم مع الشملي، ولكن بن نعيف، بن نعيف العامري يقدم غازي حمد بن سيف بن محمد بن العيف العامري. الشداد والرمز الى البوابة 11، الى البوابة 11. روح يا عبود، روح روح من اجل الشداد الغالي. الله تارينا، والف مبروك لك يا بن العيف على اختطافك هذا الرمز الغالي والكبير مع ايضا غازي. المركز الثاني وصل الشملي بشعار مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. والمركز الثالث وصل مربان مانع لعلي بن محمد بن حماد الشامسي. والمركز الرابع كان حضور هملول لسالم بن عبيد بن مبارك الكتبي. ونتابع وياكم لحظات الإعادة لنتعرف على الأسماء التي حضرت مع المركز الرابع والخامس. اذا تهانينا لمالك غازي حمد بن سيف بن محمد بن نعيف العامري خاطف المليون والشداد في هذا الشوط. توقيته ولحظات وصوله 9 دقائق 3 ثواني، 3 أجزاء و9 أجزاء من الثانية. وسلام للمختبر، سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني شعار بن حماد 9 دقائق 5 ثواني وجزئين من الثانية. تانينا والف مبروك لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. المركز الثالث وصل أيضا شعار مانع بن علي بن محمد بن حماد 9 دقائق 6 ثواني بالوفاء والتمام. المركز الثالث كان حضور أم الرابعة؟ من وصل مع المركز الرابع؟ كيفان لراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، تهانينا والف مبروك له. المركز الخامس وصل شاهين بشعار سعادة حميد بن سعيد النيادي، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم متابعينا في كل مكان، سلام الله عليكم.